الدعوة التي نسمعها اليوم فقه الحديث. فقه الحديث هذا قول حق أريد به باطل. فقه الحديث هل تقصد بأن الأئمة الأربعة فقههم فقه التوراة والتلمود؟ يعني إيش يعني فقه الحديث؟ الشافعي هو ناصر السنة، ومحمد بن حسن وأبو يوسف والإمام أبو حنيفة هم من أهل الأثر يعتمدونه ويتركون القياس لأجل الحديث، والإمام مالك نجم السنن، والإمام أحمد إمام أهل السنة. فكيف تقول لي فقه الحديث ثم تخالف مذهب الأربعة وتأخذ بقول لم يقل به أحد منهم؟ إما أنك مجتهد مطلق، فإن كنت ذلك سنرى، وإن لم تكن كذلك فيحرم عليك، لأنك لست مجتهد مطلق، وتسمع من الإمعة واللمعة كلاما لا يهدي الظليل ولا يرشد الغوي، بل يزيد السراب تراب. يقول نحن نتمسك بالأدلة، وهل الأئمة تمسكوا بغير الأدلة؟ ثم هل أنت مجتهد حتى تقول أنا أتمسك بالأدلة؟ لست مجتهدا، نقل كل أهل الاجتهاد منهم الشافعي وغيره أنه من لم يكن من أهل الاجتهاد لا يجوز له الكلام. قال الشافعي في جماع العلم: ومن لم يكن له آلة فلا يتكلم في العلم. دون آلة لا تتكلم. تسمع من المنتفخين على انتفاخ الأورام في عصرنا: لا انتفاخ الاستسمان، وهو لا يحسن أن يعرب الفاتحة على وجهين، ولا يعرف القواعد الأصولية التي تخرج من الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية ولا النقل بينهما ولا علاقة المجاز السببي في المجاز في الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، ولا يعرف أن يفسر آية الطلاق على قراءة ابن نافع ولا على قراءة حفص وابن كثير. فإذا هو منتفخ انتفاخ الورم ويرد على المجتهدين المطلقين ويقول ظاهر الأدلة، كيف تقول ظاهر الأدلة والأئمة يروون هذه الأدلة في كتبهم ولم يعملوها بالذي تقوله أنت، إنما يعملوها في غير ما تقول أنت، لقواعد في فقه الأصول وفي أصول الفقه انتبه لها الصحابة ومن تبعهم وأعملوها، ثم أنت أهملتها ولم تدري عنها إما لتقصيرك وجهلك أو لعنادك وتعصبك. فإذا هذه مسألة غير صحيحة. نعم.